السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم المهندسين والمهندسات. النهاردة لقاءنا في الفيديو رقم 278 في قناة عالم الهندسة المدنية Civil Engineering World، ويعتبر الجزء الثالث من حديثنا عن Clustering Construction Insight أو تنفيذ أعمال الياسة في الموقع. والفيديو ده بعنوان Spreeable Clustering أو الياسة القابلة للرش في الموقع. يمكن كنا في سلسلة أعمال المباني اتكلمنا أنه طبعا في إمكانية أن أنت تعمل خلط يدوي في الموقع، بتجيب أكياس أسمنت العادية وتخلطها بالمية مع الرمل. وفي بديل تاني أنه بيجي لك أكياس فيها خلطة جاهزة مثلا من أحد الشركات زي شركة سافيتو مثلا. وزي ما أنت شايف كنا استخدمنا في مادة اسمها فيتونات وماسونري مورتر، ده كان شكل الكيس، هنا مونة مباني وبيتم خلطها وبتضيفها بتضيف عليها بس مية في الموقع وتقدر تستخدمها كمونة في أعمال البنكات. كذلك في نفس الفكرة بالنسبة لأعمال الياسة، إما إن أنت برضك بتخلط في الموقع كمونة ورمل ومية، أو إن أنت بيجيلك أكياس جاهزة. وفي برضك تصنيف آخر، إما إن أنت تعملها يدوي أو إن بيكون في ماكينة لرش أعمال المونة الأسمنتية اللي طلع بالنسبة للياسة. على سبيل المثال عندنا في من برضو من شركة سافيتو، وفي عندنا بريميكس بلاستر إس. بريميكس بلاستر إس، بريميكس اللي هي سبقة الصب، وبلاستر إس مجرد يعني رمز أو موديل لمادة الياسة اللي موجودة عندنا. فخلينا نشوف فيديو بسيط كده صغير. زي ما انت شايف الياسة هنا بيتعمل كده زي خلطة وفي ماكينة خاصة، وبترشها على السطح اللي انت عايزه وتقدر يعمل لك من ده شكل يمكن الماكينة بسرعة. فتقدر تحط يعني يمكن من سنتي لاتنين ونص سنتي في المرة وترشها على السطح اللي انت عايز تعمل عليه. لو جينا حتى شفنا بالنسبة للكتالوجات نفسها، في طبعا بلاستر ميكس ام، ده يمكن موديل اخر، وده يمكن اللي هو مانيوال ابلايد بريميكس بلاستر، انه ديت يعني خلطة سابقة الخلط وتقدر تعملها بطريقة مانيوال. ولكن بيكون في اللي هو البلاستر اكس، ده يكون مخصص للماكينة اللي احنا وضحناها بحيث ان هي يكون قابلة لعملية الرش وتكون مناسبة مع الماكينة. هنا زي ما انت شايف سبريابل سيمنتيشس بريميكسد بلاسترينج ريندرينج ماتيريال، هنا ديزايند فور سبراي ابلكيشن، عملية الرش انترنالي اور اكسترنالي، في داخل او الخارج، ويت اب دراي كونديشنز، على الحوائط والحوائط والاسطح الخشنه، وذو ذا نيسيسيتي اوف ذا بيريور ابلكيشن اوف سباتر داش كوت، او يعني بدون ما تحتاج لطبقه الطرطشه. هنا برضك الديسكريبشن نفس الفكره، انه الخلط يعني الماده ديت اساسها اسمنتي عشان موضوع الياسه، وفيها المكونات لازمه لعمليه المونه من رمل واسمنت و اجريجيت، بتتورد لك في الموقع على هيئه بودره، تقدر انت بس تخلطها في الموقع. انت بس بتحتاج ان انت تضيف كلين ووتر علشان تعمل المونه المتماسكه اللي انت عايزها. هنا سبيشالي ديزاين فور ابلكيشن باي سبراي ماشين، ديت مخصصه لماكينه الرش، وبرضك ممكن تستخدم يدوي ولكن طبعا احسن بالنسبه لماكينه الرش. وهنا مديك لستة بالنسبة للمميزات العادية، انه سهل ان انت تعملها بسرعة، طبعا ممكن توصل حاجة 300 متر في اليوم مع ماكينة الرش، يعني مع عمالة كافية، انه تم ان هي موجودة يعني متحكم في الخلطة نفسها علشان ان هي مصنعة ميكانيكيا يعني في المصنع، بتضيف بس المية، خلطة متجانسة طبعا، الوركابلتي بتاعتها كويسة، قابلية التشغيل بالنسبة لها كويسة، تماسك كويس، في تطبيقات حوائط داخلية خارجية، بيتحكم في شروخ الناتجة عن الشرينكج بالنسبة للمونة. والديزاين هنا كريتيريا ديزاين سيكنس بتوين 10 تو 25 مليمتر، من 1 ل 2.5 سم،
في التطبيق الواحد، يعني مثلا لو في عندك حاجة تانية ممكن تستنى عليها شوية وتعمل الطبقة التانية. The product can be applied on block wall without the need to use a scratch coat. Scratch coat اللي هي طبقة، يعني طبقة تحتها، يعني كأن ما دام إن السطح اللي موجود كافي لاستقبال طبقة الياس. ده بس يمكن كده مقدمة بسيطة بالنسبة لمادة البلاستر اكس، وإن شاء الله في الفيديو القادم نتكلم يعني يمكن عن الميسيف ستيتمنت وفي الموقع وكيفية التنفيذ في الموقع. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.